الصور تذكر حكايتنا يا أنا حرر السجينة انهضنا يا سجينة انتو أنا بالبيت تزيد شو إشارة لما تزيد شو إشارة شفتي مطرح ما وسط السبع جدي وين بعد في سبع تتخذ قتلي قتلتني مرتيني إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتيني قتلتني مرتيني يا حبيب العجيبين. فيروز هيدي مهنتها هلأ ومفروض انه تحفظ كل الأدوار وهي ذكية وذاكرتها قوية وبعدين تمرنت سنين طويلة من شان صارت هاي تلعب كويس تمثل كويس وتلحق وتغني كويس. تمر قفز غزال بين الرصيف وبيني. يعني انت اختصرت الطريق وقلت هيدا ارث وطني منه ارث شخصي ولا ارث يعني مثل ما العائلات عادة بتورث مباني او اراضي وبصيروا يتنازعوا عليها الورثة مين له الاحقية بنيل اكبر حصة من هالشي. هيدا بالنهاية ارث للابدية مش بس يعني للوطن. ولما منقول فيروز والرحابي هني مش محسوبين بس على لبنان, هني محسوبين على كل الوطن العربي وعلى كل السميعة والاجيال اللي نشأت عليهم. يعني بالنسبة لإلي أنا كتبي مقال من شي سنة سميته فيروز قريبتي. يعني أنا وصغيرة لما كنت أسمع فيروز كنت أسمعها, كان بي يسمع فيروز وأمي تسمع فيروز. لما كنت أسمع فيروز وشوف قدي بي متعلق فيها كنت أفتكر أنه فيروز بتقربني من عائلتي, حسها مثلا عمتي خالتي. لما صرت أكبر شوي شوي وأوعى مثلا على الحياة وأكتشف شو يعني الفن والفنانين اكتشفت أنه فيروز ما بتقربني. عرفت أنا هي ما بتقربني, صار عندي صدمة أنه فيروز هي مش ما بتقربني. يمكن هيدا الشيء اللي انا كتبته مثلا انه فيروز قريبتي كثير من العالم ومن المستمعين والجمهور كان يعتبر انه فيروز بتقربه, يعني هي ملك له. لما بنقول فيروز ما بنكون عم نقول فيروز لحالها, بنكون عم نقول فيروز كلمات الحان اغاني. يعني هيدي الثلاثيه اللي اسمها فيروز والرحابنة. لما بلشوا الرحابنة بلشوا الاخوان رحباني, من قال عاصي ولا قال منصور ولا قال يعني منصور. هلا بهال يعني بالفتره هي اللي عم نشهدها للاسف انه ورثة الرحابنة عم يتعاملوا مع هيدا الإرث اللي كتير عظيم وكتير كبير كإرث رخيص للأسف. يعني أنت لما بتيجي تسمع فيروز صرت بدك تفكر هالغنية هيدي نصها مين كاتبها, عاصي أو منصور؟ في اسمع نص عاصي وما في اسمع نص منصور, يعني هل يعقل هيدا الشيء؟ فوت إلا كيف تركب الصورة بالبلد, لأنه بالبلد ما رح تركب الصورة. إذا أبسط شيء اللي هي رمزنا لكل اللبنانيين بيتفقوا عليه فيروز والرحابنة, مش ما نكون عم نقول إنه فيروز لحالها. فيروز والرحابنة واصلين لهالمرحلة, يعني ما بقى نحنا متفقين, يعني ما بقى نحنا متفقين على فيروز. فيروز تمنع من السفر أو لا تمنع, فيروز مسافرة بكل أرحاء العالم وهي سفرتنا, يعني سفرتنا للنجوم. المفارقة انه مثلا بهيدي السنة طلعت غنيتين, غنية لماجد المهندس بيقول اصحى حبيبي عم بتغني فيروز, وغنية هلا طلعت يعني لهشام الحاج عم بيقول انه ما بيطلع صباح من عنا اذا ما في فيروز. فما بالك انه فيروز تنمنع من السفر, تنمنع من انها تغني اغانيها هي, يعني هيدي تعتبر مهزلة بكل معنى الكلمة. يعني على 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 ورثة الرحابنة ان يعيدوا حساباتهم كثير, لانه هيدا منه ارث شخصي لإلهم لحالهم, هيدا إرث بخص الموسيقى العربية. إذا بدك تقول هيدا إرث للموسيقى العربية, هيدا إذا كان في موسيقى عربية من الأساس, لأنه هني الرحابين أول من أسسوا لإلها.